الشعب فيها. تقوم بلدية الشعب في عام 2021 بتنفيذ مجموعة من المشاريع، ومن هذه المشاريع مشروع مد بقايا في الخط الشمالي. طبعا الكمية هي 2000 متر مقسمة لعدة محاور. المحور الأول هو محور طريق غزيلة طول 500 متر، المحور الثاني طريق غزيلة قرية محمد الملا بطول 450 متر، والطريق الثالث قرية الساهو يربطها بطريق بقايا بطول 170 متر، وطريق أم غدير تل تشاير بطول 500 متر. طبعا هذا الطريق تقوم هذه الطرق بشكل عام تقوم بتخديم الأهالي في المنطقة حتى الوصول إلى أقرب طريق، حتى يتم الاتصال مع مركز ناحية الهول ومع باقي المدن القريبة من القرى. والآن تقوم البلدية طبعا المشاريع الآن في الوقت الحاضر هي بنهايتها. طبعا تم إنجاز ما يقارب 75% من المشروع في منطقة الخط الشمالي. نحن الآن بصدد أيضا مشروع قشط زيبة البشري بطول 3 كيلومتر يصل بين قرية الجويسمية وتل الشاير، وهذا يعتبر طريق أساسي ورئيسي لخدمة الأهالي بين طريق الخط الشمالي ومركز ناحية الهول.